إذا تحية الخوت نحرر كالعادة في الحكاية القانونية. بزاف الناس ما كيعرفوش بأن مقادو الكاميرا، بزاف الناس ما كيعرفوش بأن المختبرات ملي كتلقى واحد العلاج وهي ما متيقناش منه، كاين 3 فاز، كدير الفاز الاولى والفاز الثانية والفاز الثالثة، هي انك تجرب. والتجربة في هنا في الدول هادو اللي تقدر تسميها دولة، كيقول لك غنعطيك 1500 الأورو، بين 500 و 1500 الأورو، يعني بين 500 ألف فرنك و1.5 مليون. عند قولك إلا قبلتي انت داك الإنسان المحتاج، وهذه هي الطبقة الفوق اللي كتحكم في التحت، ما كيجربوش في راسهم، كيجربوا داك التحتاني. ولا جيجي انت ما عندكش فلوس، بغيتي فلوس انا نعطيوك 1.5 مليون، اجي ندكولك هادي ونشوف اش يوقع فيك. المشكل عندكم محمد السادس بغى يدكوها فيكم في 40 مليون. تصوروا شحال ياخد عليها هو ديال الفلوس، حيت هو غيدير قانون وغيبز عليك وغيدكوها لك. المختبر اللي دار داك الدواء عاد من بعد غيحسب شكون الناس اللي عندهم حساسية، شكون الناس اللي حماقو، شحال الناس ماتوا، شحال الناس مبقاوش عاقلين على راسهم. هو اللي كيتخلص وانت كتحماق ما كتعقلش راسك ولا تموت. ايوه المغرب. ياك هذا لقاح يقي الإنسان، وهما عندهم فلوس يجربوا على راسهم. نتوما اللي عندكم فلوس يا محمد الخر، جرب انت وليداتك والعائله وديك دوك الخماج دوك اللي كلاونا، الى ديال القمل، ديك العائله ديال المقمله، دق في دين مانا، دق في انا مدقوق، دق في دوك الوزراء، النقباء، نقابات، مديرين ومدراء ديال الجامعات ديال ولاد الكلاب المقملين، دق ليهم هما. حنا ما عندناش علاش نخاف، هما اللي كيخافوا من الموت. ما حنا الموت حنا عايشين فيها، حنا ميتين، الموت ترافقنا. فدق لدوك الناس اللي خايفين من الموت، ما حنا ميتين يا الكلب المسعور. ايوا المغرب، نعيش بالقزبور، معدنوس، كس اتايف، خويزة، وتخلي عاوتاني هذاك يجرب فيك عاوتاني، كي الطوبة، هما ديجا حاسبينك طوبة، غتولي فار. نتوما اللي كتخافوا من الموت، حنا ما كنخافوهاش، حنا ما كنخافوش الموت. المغاربة الضعفاء اللي بحالي ما كنخافوش الموت، مرحبا بالموت الطبيعي، لا نخافوه. نتوما اللي بغيتو تعيشوا، نتوما اللي بغيتو ودقوا الشوكات يا ولاد القحبات، يا ولاد الخنزات. شعب مغربي راك غبي الا خليتيهم يدقوا لك هاد الشوكه هادي. انا غير قلت لكم هضره، اقول قولتي هادي، الله ينعل والدين منكم كاملين. انا تكلاو تقودوا، دقوا ينعل دين باباكم الكلاب.
تشوس.